فين ضحكة الوقت ما بيننا؟ فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أصفر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش ما الدليل؟ بقولش إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وبطالب بالقصاص، مش عايزة الجوز غير القصاص، مش عايزة له غير القصاص العادل. وانا عارفة، انا عارفة ان حق جوزها هيرجع بإذن الله يا فندم، بإذن الله. انا عارفة ان حق جوزها هيرجع، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم زي ما وجع قلبي عليه، ويكتموا لعيالي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لي ان بعد الوفاه حالتك الصحيه صعبه جدا، كمان وصل الامر ان انت جالك يعني جلطه، يعني انت نايمه النومه دي من يوم الوفاه ومن الزعل جالك الجلطه. الخبر من ساعه ما سمعت الخبر على رجلي ما قدرتش امشي عليه. اول قالوا تعرفوا ما قدرتش امشي على رجلي، لسه جاي حالا دلوقتي عند مستشفى معهد ناصر. قالوا لك ايه في المستشفى؟ عمل لي اشعة دوبلر، قالوا لي جلطة، لازم تمشي على حقن، وبعد الحقن تمشي على علاج 3 شهور. مين يخدم عيالي؟ مين يخدم عيالي؟ ابوهم متوفى وانا مش قادرة اقوم اعمل لهم حاجة، مش قادرة. يا رب صوتي يوصل للمسؤولين بحالها، صوتي يوصل للمسؤولين. انا عايزه القصاص لجوزي، عايزه القصاص لجوزي زي ما اذونا بحالنا، اذونا بحالنا، وكل زعلان على عرفة، كل الدنيا زعلانة على عرفة. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا يرحمه ويصبركم جميعا، ويعني باذن الله فندم حقه يرجع وصوتك يوصل للساده المسؤولين. القصص لجوزي وحقه يرجع، حقه يرجع، حقه يرجع. انا عرفت الحقيقه ان كان يعني مشهد قتله كان صعب جدا، يعني اخوه كمان اتقتل قدام عين اخوه، واخوه كان بيحاول يدافع عنه كمان، وكانوا يعني بيضربوا في اخوه كمان لما حاول يلاقي الضربات عن اخوه. ده بعد ما راح المستشفى كانوا بيجروا وراه عاوزين يقتلوه، لما طلعوا هو ما معهوش اي حاجه، يعني ما كانش بيمشي زي اللي بيمشي بمطوه وسكاكين في جنبهم والكلام ده كله، لا ما كانش معاه حاجه خالص. ما طلعوا عليه رامي المحفوظ جري وراح جاي رن على اخويا اللي لحقني بيجري ورايا. اخوي كان لسه يا دوبك واصل هنا، موصل والدته رجاله لقوا هو جاي، وراح جاي واحد منهم خبط على ابوه فوقع قدامه، فاخوه اترمى عليه عشان يحوش عنه. وحتى بعد ما ضربوه على دماغه وقع على الارض كانوا مستمرين برضو عايزين يفضلوا يضربوا فيه تاني. اخوه طبعا اتفضل ضرب اخوه قدامه بقلبه. ليه كده؟ ليه تحرقوا قلبنا؟ حد معاك ليه تحرقوا قلبنا؟ ليه تيتموا لعيالي؟ ليه تيتموا لعيالي؟